بيكم الناس الكل في موعد جديد من لقاءات راديو تينيزيا مات اليوم مش نقدم لكم شاب من الشباب التونسي اللي عمل على روحو من الشباب اللي يمس صعوبات يوصل مش يعمل منهم أنا تو وخدم للقدام الشاب هذايا اللي باش لكم الليلة يرقص مهرجان لأفلام القصيرة هو مدير مهرجان بانوراما للافلام القصيره تو يحكي لنا على المهرجان مدير اذاعه على الويب عنده اذاعه على الويب من 2007 وفوق هذا الكل عضو في الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربيه وعنده زوز كور ميتراج في الاخراج نقدم لكم صديقنا وضيفنا الليله كمال عويج مرحبا بك كمال مرحبا بك لطفي تحية ليك وتحية كل مستمعين واللي يتابعوا فينا على راديو تونسيا مات وشكرا على هذه الاستضافة وسعيد برشا اللي متواجد معك كمال يا خويا شنو هالغرام هذا الغرام نتاعك في اللي سميتهم الكل احكينا شويه كيف جاء هالغرام؟ كيفاش بديت الخطوات الاولى ما بين ما شاء الله السينما والاذاعه وهذا الكل كيفاش بديت؟ كيفاش جاك الغرام؟ تفضل <applause> آه شكرا ليك آه في كيف كيفاش غرام اول اول شيء انا غرامي آه صغر غرامي في يعني الاعلام والتلسة وفي الاذاعه آه كي كنت كي كنت صغير من عمري يعني ست, ست, ست سنين كنت دائما نتبع في الوطنيه نتبع آه يعني من اوفياء الاعلامي المرحوم نشيب خطاب آه قلت 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 عائلتي قلت بعد كنا نشعل للباك ولكن نكبر نحاول نولي اعلامي نحاول نولي صحفي وكل شيء عائلتي آه قالوا لي عائلتي وقفوا معايا رحبوا بالفكره وكل شيء آه بعد بديت اساس اذاعه ياسمين هي اول اذاعه تونسيه على الانترنت تاسست في 25 مارس هي اول اذاعه تونسيه نشبوا فيها يعني اذاعه اذاعه ثقافيه نشبوا فيها فنانين اعلاميين كل المجالات يعني كما 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 اذاعات على الافلام لكن احنا حابين حبيتها انه تكون راديو ياسمين تكون اذاعه شيء فيها النجوم وكل شيء بديت في 25 مارس 2007 كنت آآ كنت تجرب من الاول بالهوايه يعني بالبرامج بالاهتات وكل شيء كان عندي برنامج كل نهار برنامج اسمه انسس ريس برنامج نحطوا فيها اغاني وهدايات اغاني دي جي وكل شيء وقت كل نهار سبت قلت خلي الناس بما انهم بما انهم الويكاند وكل شيء قلت علاش لا يتمدعوا كل شيء وقت هذيك في المرحله التجريبيه وبعد في في جوان 2007 وقتها عملت بث بث رسمي اول أنفي اول صيف كانت معنا في في كانت الاعلاميه فرح بالجب بالرغم فرح انا من متتبعين مغروم بها الاعلاميه فرح بالجب من نتبع نشاطاتها وكل شيء قلت لما لا لما لا نستدعيها ونحكي عن تجربتها في في الاعلام وكل شيء <applause> بعد ما غاديك نشيبو ضيوف من نجوم تاع رمضان شبت شبت ابطال مسلسل مكتوب الحدث هو المسلسل مكتوب ونشوم الليل وعديد من من المسلسلات اللي تعطيو في الـ في رمضان وبعد بعد عام آه عمي أختي عملت مويك مهرجان كارتاج توالي حبيت اقول انه وقت عملت ريتو ياسمين وقت عمري بين 19 20 سنه ولي دخلت بعد بعد عام وقت دخلت في المهرجان كارتاج وقت عطوني عطوني بطاقه بطاقه دخول يعني بادج بادج بريس وكل شيء بالرغم انا ما نقرة نقرا بين بين سيكونتير وبين بين بكالوريا معناتها هذا واحد عائلتي وقفت معايا عائلتي عائلتي كيما ملول من ملول عائلتي وقت قدام عائلتي راهم قبلوني مع سين كرتاس باش باش نميك بكل شيء هما ملول قبل كل شيء خافوا كل شيء بعد عشفتهم الفكره مشيت آه لمهرجان كرتاش نحضر في الكواليس في نعمل, نعمل حوارات مع آه مع فنانين كما سفيان الشعر على يرحمه كما فنانين مكبار يعني فنانين اللي يحضروا في المهرجان كرتاش هذو من الحوارات نعطيهم في الـ في ياسمين وكل شيء مع العلم انه لانه رد ياسمين هي اكثر استماعا على الانترنت على خاطر الوقت قبل قبل ما كما تعرف سي لطفي ما فماش برشا اذاعات على الفام فما كانت موجوده اذاعه خاصه على فام وبعد فما اذاعه بعض الاذاعه على الويب كانت اول تجربه اول تجربه كشاب تونسي يعمل اذاعه على الويب فما اذاعه اخرى اسمها ريدي تونس سبليتي لكن احنا بالنسبه لتوا ايه نحاول ايه نساعد على الويب بعد ما خديك اه كملت اه كملت اه كملت تشرب اه في شي كرتاش وسيت مشيت نعمل مع شي حوامات ومشيت وتكون دراسه تعينا ما مشيتش لمعهد الصحافه وعلوم الاخبار اه قريت اه قريت سينما في <applause> الايكول تاريخ ديكوراسيون او تي عملت ما عملت زوج تجارب افلام افلام فيلم كثير اسمه فيسبوك الفيلم موجود موجود هو على على يوتيوب عشان عشان يوتيوب تعيينه قلت بعد من خديك عملت اساس مهرجان بانوراما فيلم قصير تولي كما تعرف سي لطفي انه في تونس فما فما ايام قرطاج سينمائيه والى غير ذلك قلنا قلت علاش لي بما انا التكوين التكوين الاكاديمي بالنسبه لي انا هو التكوين السينمائي قلت علاش ليه ما نعملش مهرجان سميته مهرجان بعد نعمل فيلم قصير التولي اللي هو تأسس في 2016 وهو أول مهرجان تونسي خاص للأفلام القصيرة خاطر الهدف هو المهرجان تاعنا هو التشجيع التشجيع الشباب يعطيو الأفلام القصيرة وهو إحنا أول مهرجان تونسي للأفلام القصيرة وأيضا تواليا. اي لاحظنا هذا فما اقبال كبير من السينياست العرب بالاخص باش يشاركوا في المهرجان هذا التجربه نتاعك نتاع زوز افلام نويشي تخرج لنا حويجه في الايامات القادمه ان شاء الله باش نحكي لك نحكي على التجربه في الافلام القصيره انا كتير قلتلك لك سلوت انا انا التجربه تعيين الافلام القصيره التجربه الاولى كانت عن تصوير هاوي تصوير اماتور كاميرا عاديه الى غير ذلك والفيلم زوج الافلام اسمهم فيسبوك للفيلم فيلم فيسبوك الفيلم في الجزء الاول والجزء الثاني، الجزء الاول عملته في 2010 والجزء الثاني عملته في 2015 في الفيسبوك يحكي على الخيانه الزوجيه على شبكه التواصل الاجتماعي على الانترنت في الجزء الاول تتراقب بين الرجل والمرأة أما في الجزء الثاني في 2015 تتراقب عند المرأة والرجل فما يعني في الفليم في الأفلام في 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 الأفلام اللي عندي فيها أنا فما مش نفس 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 الحوار مع عطيتو في الاول نفس نفس السيناريو في الثاني لا لكن هي مختلف بالنسبه للفيلم الثاني في 2015 صورته بالامكانيات الحديثه يعني بولنديشي الخاص وعاونوني عائلتي وقفوا معايا وكل شيء فيلم ثاني اسمه فيسبوك لفيلم اثنين خليت الاسم على نفسه هو فيسبوك لفيسبوك فيسبوك لفيلم اثنين يحكي على خيرنا شيء ومثلت معنا آه يعني ممثل ممثله تونسي كسر بالحاج اللي هي عرفت ب آه عزه آه بشوف الحل آه مثلت معنا تدوعين وايضا شاركوا مع برشا ممثلين يعني سيسون تسامات معناتها هذيك هي عملت عملت العرض الاول في فضاء ريحه فليت في مونفلوري امام يعني امام الصحفيين كل شيء عجبتهم الفكره والقصه الفيلم كان <applause> سامحوني كان كان باش نعمل كنت كنت باش نقدموا بعد قدمت قطب, زاد في ايام قرطاج سينمائي بعد ما نعرفش شو السبب اللي ما نعرفش فما قالوا قالوا اللي تعطى في ايام قرطاج سينمائي انا بالنسبه لي انا محترق, ما شفتش ولا حاجه على كل حال آه, ليلى محمد رسول الله الفيلم تاعي حطيته على اليوتيوب الناس تنجموا يشوفوا يشوفوا الفيسبوك يشوفوا الفيلم على اليوتيوب اللي توا تبارك الله موجود على يعني 2000 2000 متفرج 2000 فيو الفيلم تاعنا تعد في العرض الاول في الجزائر في القناه الجزائريه في قناه قناه الخبر الجزائريه آه بعد آه عملت عرض ثاني آه في تونس في قناة تونسية آه خاصة اللي هي آه تلزا تي في وبعد من خديك ارتحت شوية قلت علاش ليه آه ما فكرتش كمان نعمل آه يعني أسس فكرة المهرجان بالنسبة لفكرة المهرجان كيفية حضرت آه حضرت حو... حضرت سبيكتاكل عرض في إحدى نوصل في تونس قابلت مدير الفضاء قلت له لعب... اش قولك كي نجموش نع... نعرضوا افلام قصيره في الفضاء قالوا لي اوكي كمان كيفاش تجيب الافلام قلت لهم انا تنجيب تنتصرف تنجيب... نجيب الافلام ونقدم يقدموا الترشحات على الانترنت <سؤال> وكل <سؤال> شيء هذيك هي بديت التجربه <سؤال> الاولى في 3 ديسمبر 2016 عملنا على على نهارين تجربة كانت ممتازه والجمهور كان متميز حتى وسائل الاعلام آه حكيوا عليه من كنت كانت وسائل الاعلام حكيوا عليه في يعني محاضين وبعد ان شاء الله في الدورات قدمت بديت آه الناس يعرفوها في يعني ما دوالين. هذا بي. هو تفضل آه الدوره الجايه يعني يظهر هي الدوره رقم ثمانيه آه. وقتاش باش تكون حسب التقريب باش نجموا الناس يعرفوا وينجموا يتبعوها <applause> الدورة الثانية الثامنة عملتها في 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 2023 واحنا ان شاء الله الدورة القادمة ان شاء الله الدورة التاسعة قمتين نحضروا فيها الدورة التاسعة اي <applause> سنين ان شاء الله الحمد لله بش بنحلوا ان شاء الله قريبا باب ترشحات للمهرجان المهرجان تاعنا على سيد فين فري واي معناتها سيد هذاك في الفري واي هو اول سيد اللي يستقبلوا فيه يعني الصناعين الافلام هما اللي يقدموا الافلام تاعهم هما للمهرجانات وكل شيء الناس ناس يقدموا الافلام هم على السيت www.filmfreeway.com www.filmfreeway.com فما سيد اخر سيد آخر خاص يعني للمهرجان هو فيلم سلاش بي سي سي تونسي من خديك الموقع باش نستقبلو فيه الأفلام في الدوله الثامنه معناتها شي معجز لطفي خاطر وصلونا أكثر من ألفين أثنين فيلم من مشاركة من واحنا اخترنا تم اختيار 51 فيلم رواي اه فيلم, فيلم قصير احنا كيفي لطفي الكاتيكولي نعطيه فيلم كيفاش تختار؟ نعطيه نعطيه احنا 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 في المهرجان نعطيه تي فيلم فيكسيون تي فيلم دوكيومنتير أو وفيلم انيماسيون وجيت عملنا افلام للطلبه بعد الافلام للسيديتيون على خاطر الفرصه الفرصه يعني مدارس السينما نعم ما تخلصين من مدارس السينما وايضا علاش لا الافلام حتى ال-ال-الصاباتيه معناتها مخرجين الهوايه مستخيلين فلا <hesitation> ي المهرجان، كل شيء، من الدورة الرابعة للدورة الثامنة، كل-كل-كل عام ننقله معناتها نجيبوا نجيبوا نشبهو التحكيم. جبنا جبنا سلمى بكار دور بوشوشه ايميل ايميل علوي الين كاتاراز فاطمه بن سعيدين انيس الاسود ما عديد عديد من أسامي. أسامي عديد عديد من النجوم الكبار عندهم عندهم خبره في السينما وانت عندنا مخرج منير بعسيس ومدام نور نفسي انيس عبسي معناتها تبارك الله كل 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 موجودين وحضروا معنا وكل شيء فما توا اختصاص جديد في الافلام القصيره هما الافلام اللي مصورين بالهواتف الجواله كثروا هذي بها الجينات نتاعهم هل انتم ما تخموشي باش تعملوا سيكسيون الافلام المصورين المصورين بالهواتف الجواله فكره هذه <applause> فكره ممتازه فكره, فكرة... ليش خاطر اقل ثلاثة عباد بالتليفون ينجم يعمل لك فيلم وتوا نعملوا نعرفوا فما ديزابليكاسيون دو مونتاج يهبطوا لابليكاسيون دو مونتاج في التليفون ومن يصور ويمنتي من التليفون نتاعو صحيح 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 أه صحيح دوت في أه ما فكره فكره ممتازه لكن ان شاء الله في الايام في الدورات القادمه نقاو افلام من 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 هواتف المحموله لكن بالنسبه للتو ما 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 حتى حتى ما يعني افلام خاصه افلام موجوده افلام موبايل ولا حاجه إيه انت تعلن اللي فما سيكسيون للافلام البورتابل كان فما ترشحات مرحبا ما فماش ترشحات تومبي اي إيه 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 ان شاء الله ان شاء الله الفكره إيه ممتازه إن, ان شاء الله ان شاء الله نشوفوها الدوره الثامنه كان ترجع شويه بيك الذاكره آه الافلام اللي وصلوا لك شنية الجنسيات ولا البلدان اللي جاوا منهم خديت ورقة وستيلو وبديت تقيد تحصر تاخذ فكرة منين أكثر المترشحين اللي ترشحوا في مهرجان بانوراما لفيلم القصير في الدورة الثامنة الحقيقة الحقيقة سي في عندي يعني في السيد هذاك كما قلت لك فيلم في الرواية يجيك آه، يشيك آه، بلاتفورم يقول لك كان يعني هما الافلام اللي يشيك معناتها فهمتني مش آه، مش انا نقول مثلا اللي, اللي واحد يبعث لي مش نقول نعاود نبعثوا على اللي نقول مين من وين بلدان ولا حاجه سيتيرا فهمتني آه، السيت هذاك كل آه، يقول لك كل كل بلاد قداش قداش فيها من من نوع الافلام اللي حضروا واحد اللي وكل شيء آه يعني الافلام اللي شفنا اربع قارات يعني من من تونس وخارج تونس من استراليا من فلسطين من مونتينيغرو من من ماشين من برشا بلايص حتى حتى سنين اللي سنين تفاجات تفاجات فيه في انه معناتها بين 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 القوسين انه آه وصلونا افلام من كيان الصهيوني يعني من اي وصلنا 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 افلام من كيان الصهيوني ما ما احنا ما مخ... اخترناش الافلام هذوك يعني واحد كلها خاطر آه كما نعرفوا احنا الحرب الفلسطين وكل شيء ممنوع عليك ممنوع عليك بالقانون اي آه 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 صحيح بالقانون يعطيك الصحاب آه شيء كبير ياسر حكينا على مهرجان بانوراما حكينا على الاذاعه اي تو فما محور اخر شنو هي حكايه الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما العربيه شنو هالمهرجان هذا الاتحاد مش معروف بالقدا احكي لي عليه الاتحاد اللي انت عضو فيه واضح أه... هو الاتحاد الدولي للمهرجانات السينما العربية هو هو يعني اتحاد يجمع عديد من المهرجانات العربية ويعني العربية ويمكن احتمال يكون هناك الشبيه حبيت نقول انه المهر... الاتحاد الدولي للمهرجانات السينما العربيه آه هو يضم يضم في العثويه آه في عثويتي 24 مهرجانا عربيا ودوليا ينتمون الى ينتمون الى 15 دوله وهم جمعيه هدايا خير خير ربحيه هما هما يعني اسستوا مجموعه من رؤساء المهرجانات العربيه بهدف تنسيق فيما بينها لتبادل الافلام وتنسيق المواعيد اقامتها معناتها هو يعني إشانش يعني إشانش خبرات لل للافلام كل شيء نحن نعمله يعني نقومه نقوموا بال يعني عبر عدلية الزهون في يعني في يعني بالاجتماعات وهو الاتحاد هذا مش موجود في معظم معرشي بانوراما في القصير التولي حيث فما معرشينات اخرين في في تونس معنا للمهرجان المهرجان كما مهرجان في الافلام انيماسيون في قيروان ال... ثم في في سوسه وفما في في, 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 في بيتنين و هذا هو حسب ما نعرفه اولويه أم... تحت رئيس الاتحاد الدولي للمهرجانات السينما العربيه هو دكتور عز الدين شلح دكتور عز الدين شلح هو فلسطيني هو الرئيس هو مدير مهرجان القدس السينمائي وقت وقت هو تم تم اتصال اقترح علي كنظام اذا نظام الى الاتحاد الاتحاد قلت له اللي ماليه وفكره متميزه وان شاء الله ان شاء الله نتقدموا حتى في الـ في الندوه الصحفيه تاع مهرجان بانوراما اللي عملتها في 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 جانفي 2023 حكيت على على تاسيس المهرجان وكان يعني وسائل الاعلام كانوا عشوتهم الفكره وكل شيء هذا آه، الاتحاد وان شاء الله ان شاء الله نعملوا حاجات بهين واكثر 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 آه، حبيت اقول انه الى جانب الاتحاد آه، الى جانب إلى الاتحاد الدولي للمهرجانات السينمائي العربيه حبيت اقول انه المهرجان بانوراما فيلم قصير عملت اتفاقيه شراكة مع جمعيه كثير من من, من من دوله نابل عفوا من دوله لبنان من من بالتحديد من 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 درابلس وحبيت أقول لك اسسنا الجمعية اسسنا الجمعية؟ جمعية ديرو للفنون ديرو هكا؟ ديرو ديرو تي تيرو. إي إخ أو اه تيرو وأيضاً اه. إحنا مصممين إلى شبكة شبكة الثقافة والفنون العربية كان اه سير موجودة في اه في لبنان هذا اه بالنسبة توا وان شاء الله نعملوا نعملوا شراكه مع تيت مع تيت من المهرجانات. حبيت نقول انه المهرجان تاعنا الحمد لله كثير اقبال سكسى من, تو من يعني اعلاميا من تونس ومن خارج تونس يعني توالين حتى وسائل الاعلام الاجنبيه حكيوا حكيو علينا. الجمهور العربي والاجنبي كلهم كلهم يندثروا المهرجان هذا ويشوفوا يتابعوا يتابعوا يعني لي المهرجان على الفيسبوك تاعنا اللي هو بانوراما انترناسيونال شورت فيلم فيستيفال بانوراما انترناسيونال شورت فيلم فيستيفال وعديد من الموجودين عنا على الساكرام وعنا على تويتر عندنا برشا منصات موجودين وكل شيء هذيك هو احنا تو بالنسبة حاليا احنا باش نحلو ان شاء الله آه بروشينمون باب ترشحات المهرجان آه يعني شروط 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 المشاركة اللي هو ما يتجاوزش الفيلم حتى 30 دقيقة على خاطر بعد 30 دقيقة باش يكون فيلم آه مويان ميتراج وفي بعد فما ميتراج يعني حد اقصى 30 دقيقه ونستقبل افلام روائيه قصيره افلام وثيقيه قصيره افلام الانيماسيون وسيد الافلام طلبه يعطيكم الصحه نحسوا المجهودك الكل ماشي في النشاط البانوراما للمهرجان وسا سيميريته أه 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 مستقبل كمل عويش كمل عويش كيفاش يشوف روحه في المستقبل كيفاش تتمنى تكون في المستقبل أكيد عندي برشا أحلام برشا مستقبل مستقبل أنه أنه نكون كون نجح كون نجح اعلاميا وزاد المستقبل نكون انه انه مع يتواصل ديما يعني دورات اكثر واكثر واكثر هذا هو وان شاء الله ان شاء الله المستقبل يكون بالنسبه لي انا مستقبل باهي. انا شخصيا كلوت في سلامه على راديو تينيزيا ميد نوعدك اللي باش نعمل معاك لاكومبانيومون وباش نكون بجنبك في جميع المراحل وفي جميع النشاطات اللي باش وفوق هذا الكل نطلب منك نكونوا بارتنير على راديو ياسمين نتعاونوا في البرمجه ونثريوا الاذاعه ياسمين وفي نفس الوقت نثريو إذاعة راديو تينيزيا ميت اللي هي مسموعة في الخارج أكثر منها مسموعة في تونس أه معاك بخدة ربي ونعرف بالنشاط متاعك وبالكل ما تقدمه بالأخص الإنسان هذية اللي يحكي بقلبه وبجوارحه تحسه اللي قديش عنده غرام وقديش عنده لا أه باسيون يجبد فيها من داخله بالرغم الصعوبات كما تلاحظوا في النطق وبالرغم الصعوبات اللي عنده بصفة عامة ولكن إنسان هذا ناشط ناشط بصفة غريبة ياسر أنا وقت قبل البرنامج وقاعد نحضر وندخل كل ما نحط كمال عويش وكل ما ندخل للشان يوتيوب وكل ما ندخل للشان للباج نتاعو هو شخصية، ولا الباج نتاع المهرجان نلقى السيد هذا ناشط ياسر ويخدم وخمسه وخميس عليه عيني لا ها وكمال ايفو توجور انفون برافو بور تو سكوتي في انا أصعدت، اسعدت بمعرفتك وبالمعرفة الوالد البارح اللي حكيت معاه برافو ليك انت برافو للوالد للوالدة وللعائلة الكل الموسعة اللي نتوقع اللي عطاوك هما آه الكود بوس وهما اللي كانوا وراك باش انت يكون عندك هالغرام هذا وهالبليزير مالغريتو مالغريتو يا خويا قاعد تخدم في خدمة حلوة في خدمة باهية برافو 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 عندك شي ما تزيد في نهاية حوارنا نص ساعة تعديت في ساعة في ساعة نص ساعة عديت في ساعة في ساعة, ساعة, في ساعة, في ساعة ما, ما لاحظتش يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متفرجين ومستمعين ما تقلقوش على الحوار وكل شيء إن شاء الله حوار ينال يعني إعجاب المستمعين ومتفرشين <تكتشف> شكرا سلاطفي في على كلامك الحلو كلامك العسل ان شاء الله يكون هناك شراكه بين راديو ياسمين وراديو تونسية مات انت قلت لي كنت من مستمعين راديو ياسمين وتابع في يعني في تقديم البرنامج تاعي في احد البرامج الاذاعيه وليما لا يعني نكون نعملوا شراكه نعطيو البرامج تاعينا على عند كندي وكل شيء وعلي بارتنريا هذاك هو في الاخر نشكرك سلوتي نشكر الناس اللي تبعوا في راديو تونسيا ميد وان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق سي لطفي و... نوجه تحية للناس اللي اللي تفرشوا تفرشوا فينا اليوم اللي سمعونا في راديو دوني سامات وان شاء الله على سلام مواعيد القادمه عالميا آه سوى سوى معك سي سي ولا ان شاء الله في مناسبات اخرى ان شاء الله كمال انا نقترح نقترحها ليك باش تكون معايا موعد برامج على السوشيال ميديا الطريقه هذه محبوبه توا وعندها متبعيها وتوا لموضه حبينا ولا كرهنا نخرجوا في نفس الوقت على اليوتيوب وعلى اليوتيوب ونخرجوا في الاذاعه في نفس الوقت انت اختصاصك سينما اختصاصك جوك هذايا نكلفك كما ترش مانع تسقط بنا ناس ونجيبوهم ونحاوروهم وتكون انت معايا تحاورهم في برنامج هذا نتلهى انا بالتقنيه وانت تعمل الاستجوابات نتاعك بالصوت وبالصوره فهمتني مثلا رئيس الاتحاد الدولي لمهرجان السينما العربي على ما نجيبوش ونحاوروه وشخصيات اخرى تتكلف انت نعمل وعد موعد كل نهار ثلاثة كل نهار أربعة الموعد هذا تاع كمال العويش على السوشيال ميديا تاع راديو تيليزيامات وكان يلزم نعملوا او ميم على الإذاعة ياسمين سوشيال ميديا اللي يخرج على إذاعة باسم إذاعة الياسمين تو هذا نحكيو فيه ما بيناتنا داكوردو بكل صدور سي لطفي وهذا بكل سرور ان شاء الله نعمل حاجه باهيه ان شاء الله ما نقول لك الى اللقاء نقعدوا في الاوف ما تخرجش من الاستديو نقعدوا في الاوف يعطيك الصحه برافو برافو تشجيع كبير من عندي وان شاء الله نكونوا معاك ديما وندزوا معاك وستين باسيون غرام كيف انت مغروم كما انا مغروم انا خذيت الرتبات نتاعي وعملت الاذاعه هذيا وقاعد ننشط على خاطر ما نمشيش القهوية هذا وما نخرجش او أه ننشط بطريقتي، ميرسي بوكو كمال. ا تري 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 بياونتو ما تخرجش من الاستديو اقعد للاوف.